مرحبا أصدقائي، معكم محمد سبلبل، أنتم على قناة شفاء النفس. هذا هو الجزء الأول من فيديو عن أسباب الاكتئاب وحلوله. سبب الاكتئاب في الجوهر هو انهيار الهدف الذي وضعناه لأنفسنا وتعلقنا به، أو خسارتنا للشخص الذي تعلقنا به، أو عدم تطابق هذا الشخص مع تصوراتنا، وهذا باختصار شديد. طبعا هناك حلول كثيرة للتخلص من الاكتئاب، علما بأنه في أساس الاكتئاب أو في أساس الحلول يجب أن يقع فك التعلق وتغيير تركيز الوعي، وإلا فلن تجدي أي حلول. لتفك تعلقاتكم، للتخلص من ألمكم النفسي، لتتعلموا العيش دون ألم نفسي، يمكنكم اقتناء كورس شفاء النفس السبيل إلى السعادة الذي من تأليفي. لاقتنائه تواصلوا معي عبر الرقم الذي أمامكم على الشاشة. إذن سأعرض عليكم 4 أسباب ظاهرية للاكتئاب. ظاهرية لأن قلت أنه في العمق سبب الاكتئاب هو دائما واحد، فإذن سأعرض 4 أسباب للاكتئاب وأقدم حلولا. بهذا الفيديو راح أعرض 2، وبالفيديو الجزء الثاني سأعرض أيضا 2 وحلين. أولا، أعرف سيدة كانت طوال حياتها تعطي وتعطي وتعطي ولم تعاني مرة من الاكتئاب. البيئة والعائلة التي تربت فيها وضعت في عقلها أنه إن تزوجت المرأة فعلى زوجها أن يدللها، أن الزوج لديه واجبات، أما هي المرأة الضعيفة فلديها حقوق أكثر من الواجبات. تزوجت في سن متأخر، وبحكم أنها تربت في تلك العقلية، عقلية أن الزوج عليه واجبات أما المرأة فلديها حقوق أكثر، بحكم ذلك أوقعت نفسها في حالة ارتهان بزوجها، ولم تعد تشعر بالمسؤولية، بدأت تتصرف كطفلة وتزعل من زوجها لأتفه الأسباب، حتى في النهاية أوقعت نفسها في حالة اكتئاب. قلت لها: أنت مذنبة بنفسك، زوجك شخص طبيعي، وكفي عن اتهامه بأنه سبب تدهور طبعك ووقوعك في الاكتئاب. أنت لم تعودي تلاحظين أنك تتحدثين معه بفوقية وتكبر باستمرار، وتطالبينه وتأمرينه وتنزعجين حتى تنفجرين غضبا من أتفه الأسباب أو لأتفه الأسباب. ليس بإمكان زوجك أن يتطابق تماما مع تصوراتك مع تصوراتك وينفذ جميع رغباتك. أنت نفسك حولت ذاتك إلى شخص معوق نفسيا لأنك أوقعت ذاتك في حالة ارتهان به، حولت نفسك إلى شخص أناني مستهلك. منذ أن تفتح عينيك تتوقعين منه العجائب والاهتمام الدائم والنظرات الحنونة، في حين أنه شخص منشغل يسعى لتأمين الرزق. أنت ظالمة بحقه وبحق نفسك. لا تتكلي على أحد سوى الله ونفسك. ليس بإمكان زوجك أن يكون كاملا ويتطابق تماما مع تصوراتك. عودي إلى طبيعتك وكوني نبعا وليس مستنقعا، مثل ما بيقول لازاريف، اعطي ولا تنتظري أن تعطيه. كوني مصدرا لسعادته ولا تنتظري منه أن يسعدك. سمعت مني وعادت لتعطي، بدأت هي تهتم ولا تنتظر أن يهتم بها، فزال اكتئابها وضبطت علاقتها بزوجها. إذن أعطوا، ضحوا، اعملوا لتكونوا أنتم المبادرون، ولا تنتظروا أن يعطيكم أحد ويضحي من أجلكم. كونوا مصدرا لسعادة الآخرين ولا تنتظروا أن يسعدكم أحد. ثانيا، عندما تستيقظ صباحا وقبل النوم، ركز على إحساس الحمد وعلى أن كل ما
تعيشه الآن وتفكر به، وكل ما يستولي على مشاعرك سيصبح من الماضي وستنساه وسيفقد أهميته بالنسبة لك، مثلما لا تتذكر شيئا الآن مما كان يهمك ويشغل مشاعرك وبالك في الماضي. قبل أيام جلست على البلكون على الشرفة، كبحت أفكاري متأملا القمر وهو بدر، وشاعرا بالخلود بعظمة الكون وخالقه وضآلة ذاتي وكل ما يخصني مقارنة بالخلود. شعرت حينها براحة كبيرة. جرب القيام بذلك قبل النوم، لكن في حال كنت تعاني من اضطراب نفسي أو حاولت الانتحار خاصة لا أنصحك القيام بذلك، لأنه ردة فعلك قد تكون غير متوقعة. ما فينا إذا حاول الشخص الانتحار ردة فعله على فك التعلق صعب توقعها، ممكن تزيد معه رغبة الانتحار. فإذا أعزائي هذا كان الجزء الأول، تابعوا الجزء الثاني سأنزله قريبا. لا تنسوا اقتناء كتب لازاريف بترجمتي لدى دار اقرأني وكورس شفاء النفس. آراء من اشتركوا في الكورس يمكن أن تجدوها على قناتي. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.